لسه موضوعك مطول؟ اصبر شوي جميل بيك، يومين وبيرفعوا التهم الموجهة لإلي وساعتها أنا رح أجي فورا. لك بس بقى أعطيني الزبدة، لا تشرح لي من دون شي دايق. خليه وين أنت؟ بالبيت. طيب أنا جاي لعندك، منبقى منحكي وش لوش، وكمان هيك بالمرة بشوف مرتي وبشوفكن طبعا إذا حضرتك بتسمح لي. يا عمي أخي مصطفى بالمكتب؟ طلع من شوي، قال حيوصل على البيت شي ساعة ويرجع. ولك طالما بده يروح على البيت، ايش لا يبعت وراي؟ والله واجيت يا حقير. كيفك؟ أنا منيح، بس أنت ليش راكد؟ ما في شي. ليش حملت حالك وعم تركض وراي لكان؟ طلع فيني. يلا احكي لي القصة من أولها وبالتفصيل الممل كمان. قصة شو أغا؟ والله رح انفجر منك. كنا قاعدين عم نحكي بالموضوع نفسه لما حضرتك فت وبلشت بهدول التلميحات، بس أسماء خجلت عيب مو حلوة بحقك. قول شو رأيك بالقصة؟ مين؟ أنت مصر أني انفجر. لك أنا بعرفك، أنت بتفك الميج 42 وبتركبها بدقية وعيونك مغمضة، القنابل بتفتحهم وبترقص فيهم كمان. بعمري ما شفتك متوتر وإيديك ورجليك عم يرشفوا هيك. يلا هات احكي لي لشوف شو الموضوع يا رفيق؟ ليك اسمع لقلك شو الموضوع. اليوم شفت مدحت وسألته عن موضوع جيلا. اهلا وسهلا اخي مصطفى. اهلين فيكي. السلام عليكم جميعا. شو عم تعملوا يا حلوين؟ يا روح البابا انتي. بعلم الحلوة، يلا كلوا عوافي. عمو مصطفى؟ ولك دخيل كلمة عمو اللي طالعة من تمك أطيب من العسل. كمل كلامك. شو في؟ شو الطهور؟ فهمني. الطهور؟ من سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنه صبيان المسلمين كلهم لازم يتطهروا. أنا كمان بدي اتطهر، هيك عم يقول عمو طاهر. هلأ عرفت لشو عم تسأل عن الطهور أنت. لهلأ مو فهمان شو بيصير. معه بيفهم. براك هلا أسية وين؟ هي جوا بالبيت. بدي اطمن عليها. يلا لكان انتو كملوا اكلكم، صحتين وعوافي على قلبكم. قلت لي طهور لكان. أسية، أسية وينك انتي؟ دخيل هالنومة. تقبري قلبه لمصطفى. مصطفى شو عم تعمل هون؟ عم بتطمن عليكي بس. ليلي كيفك روحي؟ يعني مثل مو شايف. أي شي عم يطلع بطريقة عم آكله، وين ما بكون قاعدة عم نام. حاسة إنه هالولد رح يطلع شقي. ببالي مبنوب ما تعذبت هيك. إيه لأنه صبي طبعاً، بيضل الصبي أشقى. ولك يا ولد ليش عم تعذب أمك هالقد؟ هات لشوف احكي لي. ليش عم تقول صبي؟ شو عرفك شو في جوا؟ يا روحي هذا قلب الأب، قلبي هيك عم يقول. أمي وين بتكون؟ الهدوء يلي بالبيت بيقول إنه هي بعيدة كتير. صح، انت ليش اجيت؟ حسبنا الله، هذا البيت بيتي بتوقع. شو اللي بيمنعني اجي ليكون ممنوع؟ انت قلت خلي طاهر يجي لعندي وانا بعدته. ايه مزبوط والله. تعرفي انه نسيت؟ لك ليش هيك مصطفى؟ عقلك وينه؟ بدي افهم. عقلي تركته هون وشوي منه هون. كلي كلي يا روح، كلي كلي. لا
ليك عم بيدوروا علي بكل مكان هون، ومع هيك خاطرت بحالي واجيت لعندكم. بس ليش يا ترى؟ لحتى عمي العزيز يروق وما يزعل مني. وهلا القصة امتى بتخلص؟ قلت لك ما ضل كتير، خلينا نفوت لجوا بلا ما يشوفني حدا هون. مرجاني، عم شوفك تحسنتي. أول ما تخلص هاي المصايب رح أعمل كل يلي بقدر عليه كرمال الطيبة، وهذا وعد شرف مني. كل شي رح يكون أحسن، رح تتحسني. وعن قريب. أكيد رح تطيبي، متأكد. وين نظر؟ ليك جوا. تركان خانم، مرحبا، كيف صحتك؟ اسمعيني، هلأ كلنا عم نمرق بفترة صعبة شوي، بس ما ضل كتير. لو سمحتوا ما تقولوا لمخلوق إنكن شفتوني، فهمتوا علي؟ بس هاي الفترة فيكن تعتبروا سر بعيلتكن، وكل عيلة في عندها أسرار، ونحن صرنا عيلة واحدة، ما هيك؟ كأنه مرجاني أحسن اليوم، مو هيك؟ الدكتور شو قال؟ ما عم بيقول القصة قصة وقت مو أكتر. الوقت هذا يلي كلنا محتاجين لقاله. لا تضل تاخذني وتجيبني بالكلام، قول شو اللي عم يصير. فوت لجوا. هي أنتي؟ ولك بأي عين جاي على بيتنا؟ وين؟ خلينا نفوت، تعال. فهميني بأي عين بتجي؟ جاي لشوف مرجاني. ايه وشفتيها؟ قوليلي عجبك اللي شفتيه؟ تركان خانم، نلعي من وشي، جيتي على هالبلد وجبتي معك المصايب والمشاكل إلنا، وين ما بتروحي بتجيبي البلا معك. أنا شو ذنبي؟ ما فيك ترفعي صوتك هون، نلعي فوراً. يلا لا تتدخل أبداً، الزلمة ما بيصير يتدخل بهيك خناقات. ترك النسوان يقولوا يلي عندن، أصلاً نفس محتاجي هلأ لدرس مثل هاد. نفس؟ هاي انتي؟ بكفي بقى، فوتي لشوف. يلا مرجاني، انتي منيحة؟ كوني قوية عطول. والله عن جد، ولك لساتها واقفة وعم تحكي، نقلعي من وشي. مصرة تشوفيها يعني؟ رح تسأليها عن وضعها مزبوط؟ ايه تعي تعي، يلا تعي تعي تعي، تفضلي. وهلا قولي لها لشوف كيف وضعك يا مرجاني، وشوفي انه ما بتقدر تجاوبك مدي ايدك، سلمي عليها. يلا ايدها ما بتنرفع. طيب ضموا بعضكم وتباوسوا كمان. يلا هي ما راح تقدر تضمك، يلا سأليها لشوف بركي بتجاوبك. قولك اذا بتسأليها مليون مرة ما راح تقدر تجاوبك، رح تضل عم تطلع فيكي مثل الطفلة الصغيرة، وزيها فرحانة ولا زعلانة، انتي ما فيكي تميزي بنوم. ولك حتى وجع ما بتقدر تتوجع، بس قلبي أنا اللي عم يتوجع ويتقطع. انتي ام مزبوط؟ إذا صار هيك بابنك شو بتعملي؟ بدي منك تسألي حالك يا خانم، مين هو المذنب باللي صار كله؟ احكي انتي ولا مو انتي؟ الصبر جميل بيك، الصبر. كل العيلة واحد ورا التاني رح يدفعوا الثمن. أي مكان بتروحي عليه رح يصير فيه أكتر من هيك، لأنك بتنقلي البلاوي لإلهم.